أثارت البلوجر مريم سيف والبلوجر دلال المهندس جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب راجل متجوز. راجل متجوز، أيوة يا سيدي، هي دي القصة اللي عليها مواقع التواصل الاجتماعي مولعة والترند طاير بيهم هما الاتنين. طب ايه القصة والحكاية بدأت منين؟ تعال نعرفها من البداية للنهاية على المصرية. الحكاية بدأت يا سيدي بفيديو نشرته البلوجر مريم سيف، وقالت فيه ان دلال المهندس مرتبطة برجل متجوز، واجبرت الشخص ده انه يطلق مراته الاولى. وقالت مريم كمان: ايه رأيكم في واحدة مرتبطة بشخص بس الشخص ده كان متجوز، وعشان البنت توافق انهم يحبوا بعض ويرتبطوا ويتجوزوا لازم يطلق مراته الاولى. عشان متابعي مريم سيف يقولوا ان هو زي ما ساب مراته الاولى هيسيبها هي كمان، ما هي جمعية ودايرة وداين تدان. عشان مريم سيف تثير الجدل اكتر واكتر والترند يولع اكتر واكتر وتقول استحالة دي ملك الجمال. وبالمناسبة دلال المهندس كانت ملك الجمال مصر، عشان يتفهم كده صراحة انها بتتكلم عنها. ما يعديش كام دقيقة الا دلال المهندس ملك الجمال مصر قبل كده تقرر انها ترد على مريم سيف في ستوري على الانستجرام، وقالت فيه: تقريبا في كامبين مهم قريب فلازم حوارات الريتش دي، حاجة مش جديدة عليكم. عموما انا واحدة بنت ناس، لا هنزل للمستوى ده ولا هرد عليه، ومستحيل ادخل في حياتي بني ادم مرتبط بواحدة تانية مش على ذمته واحدة، انا اعلى من كده بكتير قوي. اللي يدخل حياتي يدخلها وهو قلبه وعقله معايا ويكون كمان فاضي. انا لا بتاجر ولا هتاجر بالشخص اللي مرتبطة بيه بفيديوهات ولا ترندات عشان شوية لايكات واعلانات اصرف بيهم عليه وعليا، واجيب بيهم شبكتي والشقة واقول للناس ان هو اللي جايبهم، ولا بغير شبكتي القديمة بشكل جديد عشان محدش يعرف. انا مش محتاجة ده ولا هو كمان محتاجه، الحمد لله عايشين حياتنا بعيدة عن عيون اللي زيكم يا بتوع الشغل والكامبينز يا جامدين. المهم، تفتكر بقى الترند المولع ده يخلص عليه؟ قول لنا رأيك في الكومنتات.